مستمرين معاك يا كابتن هيثم، زميل العزيز امير هشام. انا معايا طبعا واحد من رموز القوات المسلحه اللواء سعد مرجان، والد طبعا سياده العميد محمد مرجان. سعد بيه يوم رائع جدا الحقيقه ومميز، الرهان على عضو الجمعيه العموميه، وده مش كبير على النادي الاهلي. توافد وحب النهارده، الكل جاي يشارك النهارده في حب النادي الاهلي. ايوه اليوم ده يوم احتفاليه دايما، بيبقى يوم جميل للناس كلها، اللي ما شافش حد بقاله سنين بيشوفه. فنحن بنتمنى للقائمه ان شاء الله النجاح باذن الله، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. كبار السن بيدوا رساله كبيره جدا الحقيقه. كنت بسجل مع كابتن وليد بيقول لي يمكن واحده ايديها مكسوره وجايه عشان تشارك. كبار السن ليهم دور كبير جدا مع الشباب المتواجدين داخل مقرنا. هو النادي الاهلي طول عمره يعني احساس الناس بالنسبه له غير اي نادي تاني، كبار سن صغار سن شباب، فالناس بتتكاتف في اليوم ده، يعني بيبقى احتفاليه فيها حب وفيها يعني كلام جميل. اللي هو سعد مرجان تقول لي الكل عضو وشارك النهارده ولسه هيشارك ولسه منتظرين كمان الاعداد تكتر عن كده كمان. اللي لسه بنقول له انزل، لان ده النادي محتاج ان انت تنزل تنتخب، واللي نزل بنقول له متشكرين جدا، ده ناديك، وبنتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. التوفيق. شكرا جدا. شكرا جدا. نشكر اكيد اللي هو سعد مرجان.